بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموم. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا طبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما. وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما. ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، للحب تجعل نبضه تنغيما. كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما. ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما، ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى تزيل عن الفؤاد هموما. أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما، في جنة كملت رضا ونعيما. أرسلوا زفراتهم وبكوا كما يبكي الصحيح سقيما. قلتم نحوه مع الحنان كرامة، فلرب عطف يورث التحطيما. ولرب نظرة مشفق بعثت أسى في قلبه جعل الشفيق ملوما. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما، نشر الهدى في الناس عاش يتيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموم. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا غبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. Oh.
تكون براً بالعباد رحيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموما. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا طبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما. وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما. وامسح بكفك رأسه، سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما. ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب، تجعل نبضه تنغيما. للحب تجعل نبضه تنغيما. كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى، وصار مزاجها تسنيما. ما اليتم إلا ساحة مفتوحة، منها نجهز للحياة عظيما. ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى، تزيل عن الفؤاد هموما. أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى، في جنة كملت رضا ونعيما. في جنة كملت رضا ونعيما. أرسلوا زفراتهم وبكوا كما يبكي الصحيح سقيما. قلتم نحوه مع الحنان كرامة، فلرب عطف يورث التحطيما. ولرب نظرة مشفق بعثت أسى في قلبه، جعل الشفيق ملوما. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. نشر الهدى في الناس عاش يتيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموما. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا غبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. Thank you.
للعباد رحيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموما. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا غبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما. وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما. وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما. ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، للحب تجعل نبضه تنغيما. كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأ وصار مزاجها تسنيما. ما اليتم إلا ساحة مفتوحة، منها نجهز للحياة عظيما. ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى تزيل عن الفؤاد هموما. أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما، في جنة كملت رضا ونعيما. أرسلوا زفراتهم وبكوا كما يبكي الصحيح سقيما. قلتم نحوه مع الحنان كرامة، فلرب عطف يورث التحطيما. ولرب نظرة مشفق بعثت أسى في قلبه جعل الشفيق ملوما. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما، نشر الهدى في الناس عاش يتيما. تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموما. أسمى صفاتك أنت والدنيا بلا غبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي عمت نعمه وتضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنة
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وخاتم النبيين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء، أيها الإخوة الكرام، والضيوف الأكارم، والأحبة المقربون، ومشايخنا الأفاضل، نحييكم تحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا. نحييكم تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. بحضوركم نسعد اليوم، ووجودكم شرف لنا، ونسأل الله أن يبارك مسعاكم ويجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواكم. كما أخص بالشكر وفائق الاحترام السيد خلف المطيري حفظه الله ورعاه على حضوره الكريم، وقد أبهجنا بزيارته، أدام الله عليه العزة وطيب الحياة. والأخ الكريم يعقوب الشاجي أيده الله ورعاه، كما نسجي خالص التقدير وجميل المحبة والشكر للوفد المرافق فضيلة الشيخ عبيد الله المحمدي رئيس مجلس الإدارة حفظه الله ورعاه. جزاهم الله عنا خيرا وجنة. بسم الله العظيم، نفتتح حفلنا المبارك بخير الكلام الذي نزله على خير الأنام، والذي إن نزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. نفتتح حفلنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم أخونا الطالب وقاص أسد الله، فليتفضل مع الشكر والتقدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترطيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما جزاكم الله خيرا. نس حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد يا رب متعنا بسر حروفه واجعله يا رحمن زاد معاد. الحديث الشريف ذو مكانة سامية في تشريع الإسلام نتطرق لمشكاة بهية تتلألأ نورها وفاقت لمعانها نأخذه غضا طريا على لسان الطالب سهيب فليتفضل مع فائق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. رواه مسلم. السلام. جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة وزادكم رفعة وحبا للخير والإسلام والمسلمين. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم اجعل لي من القليل. فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر: كل الناس أعلم منك يا عمر. إيمانا وتصديقا بهذا المبدأ العظيم الجليل أترككم مع كلمات الشكر وفضيلة الطالب حامد الله فليتفضل مع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم خلق كل شيء فقدره تقديرا وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة وأشكره على آلائه السابغة. أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها. فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المصير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده قولا أو عملا. فالشكر حقيقته مقابلة نعم الله بالإيمان به برسله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أعطي عطاء فقدر أن يجزي به فليجزي به، ومن لم يقدر فليحسن الثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. من هذا المنطلق ومن على هذا المنبر المبارك أقف شاكرا لربي العظيم الشكور، وأشكره على كل نعمة كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، قليلها وكثيرها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أشكرك يا بديع السماوات والأرض لترضى عنا جميعا، وإن تشكروا يرضه لكم. ومن هنا نشكر الدولة الحبيبة الشقيقة والشفيقة دولة الكويت حكومة وشعبا، والكافلين العظام الكرام الذين لهم اليد الطولى في مستقبلنا المشرق الوضاء، وأنفقوا لأجلنا كل غال ونفيس. فبارك الرحمن الكريم المنان في أنفسهم وأزواجهم وذرياتهم وأموالهم، وتقبلها منهم أحسن قبول. كما أشكر في هذا المقام الكريم ضيفنا المبجل الغالي السيد خلف المطيري حفظه الله ورعاه على زيارته الكريمة، والذي قد أبهجنا وأفرحنا، فجزاكم الله رب الجنة. كما أشكر هذه الإدارة العظيمة ومديرها فضيلة الأستاذ عبد الهادي خليل، ووكيل الدار محمد إدريس، وجميع المدرسين على جهودهم المضنية. فجزاكم الله عنا خيرا وسعادة في الدنيا والآخرة. كما أشكر الأساتذة المشرفين بأسرة الإشراف بدار الربيعة والهاجري للأيتام، الذين ملوا وتعبوا لأجل كريم حياتنا، فالله يسعدهم وحقق أمنياتهم. فجزى الله الجميع خير الجزاء، وبارك في مسعاهم وأكرمهم وأعزهم وأعلى شأنهم وجعلهم شامخين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ورفع قدركم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إيمانا منا بمبدأ الإنسانية والإيمانية. نرحب بضيفنا المبجل الكريم، ومع كلمات الترحيب فضيلة الطالب علي أحمد فليتكرم بإلقائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحضور النجباء والضيوف الأجلاء والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هدية السلام وعطية أهل الجنة، أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي دار الربيعة والهاجري للأيتام، أساتذة وطلابا، أتقدم بأسمى عبارة الشكر والتقدير للسيد خلف المطير حفظه الله ورعاه، مع
مسؤول المشاريع الخيرية ببيت الزكاة الكويتي، على حضوره الشريف والوفد المرافق معه، وقد حلوا بيننا، فشكرا لكم على زيارتكم الكريمة وتفقدكم أبناءكم بين حين وحين، فجزاكم الله خيرا وأسعدكم في الدنيا والآخرة. الشعر أشرق وجهه وتهللا وتراقصت لقدومكم رطب العلا، والقلب ذي نبذاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا متمهلا، يختار أفضل حلة يكسو بها الألفات حرفا أجملا. وهنا القوافي رحبت بقدومه، والشعر أطرق وانحنى وترجلا، والصمت أنطق نفسه متفائلا، فروى الحنين سنابلا وبلابلا، والعطر رشش في الدروب أريجه فرحا، فسافح ذله وتذللا، والشعر غود والقوافي دندنت، والعود غنى والرنين تمايلا. أهلا وسهلا زائر الكرم الذي لمس النجوم وبالنجوم تخللا، أكرر شكري على وجودكم بكل احترام وحب، نستقبلكم ونفرش بالزهور والعطور طريقكم، القلوب مليئة بمحبتكم، أدام الله عليكم نعمه ووفر عليكم الأفراح، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وفي هذه الفقرة المباركة والوقفة الطيبة نترككم مع المغرد النبيل إرشاد الله نبي ورفاقه، لينشدوا بجميل أصواتهم أمام الحضور الكرام، فليتقدموا. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جائے سبق یاد مجھے جلد الہی، ہو جائے سبق یاد مجھے جلد الہی، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے، سستی ہو میرے دور اٹھو جلد سویرے، سستی ہو میرے دور اٹھو جلد سویرے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے کام پہ بھی مجھ کو چلا دے، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی،
بس شوق ہمیں نعت تلاوت کا خدا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے خصلت ہو شرارت کے میری دور الہی خصلت ہو شرارت کے میری دور الہی سنجیدہ بنا دے مجھے سنجیدہ بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے کپڑے میرے کو صاف تو دل کو میرا کر صاف کپڑے میرے کو صاف تو دل کو میرا کر صاف آقا کا مدینہ میرے سینے کو بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں گا سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں گا یا رب مجھے سنت کا مبلغ بھی بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں اور ذکر کبھی شوق پرے ہو سرزادے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے چھٹی نہ کرو بھول کے بھی مدرسے کی میں چھٹی نہ کرو بھول کے بھی مدرسے کی میں اوقات کا بھی مجھ کو تو پابند بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے میں جھوٹ نہ بھولوں کبھی گالی نہ نکالوں میں جھوٹ نہ بھولوں کبھی گالی نہ نکالوں ہر ایک مرض سے تو گناہوں سے شفا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے اخلاق ہو اچھی میرا کردار ہو اچھا اخلاق ہو اچھی میرا کردار ہو اچھا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہو ساتھ یوں حج کو چلے اور تو مدینہ بھی دکھا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے وبارك في مزاميركم لقد قيل النعم وحشية فقيدوها بالشكر ليست دار الربيعة موطن علم فحسب بل هي دار نعم كثيرة قلما توجد في الدور والمدارس وحتى الجامعات نشكر الله على آلائه الوفيرة ونعمائه الكثيرة نأخذ تفاصيل كلمات الشكر على نعم الله على لسان فضيلة الطالب فرهاد
فليأخذ دوره. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most beneficial, the merciful. He is Allah, the one Allah, the independent carefree. He is the Lord of the Lords, the King of the Kings, and the benefactor of all of us. Dear esteemed members of the Zakat House of Quest team, and all our faculty member, and my dear friends, Assalamu alaikum. Today, I stand before you with immense joy and gratitude, ready to extend a warm and heartfelt thanks to the Zakat House team who sit right here in front of us today, who have made an immeasurable and a good difference in our lives, the Zakat House of Kuwait team. Dear guests, your presence here today is a cause for great excitement among the students of Al Rabia Al Hajri Orphan School and College Pabbi. We are absolutely thrilled to have you sitting right here in front of us as we express our deepest appreciation for the incredible impact you have had on our lives. The Zakat House of Kuwait has been more than just a charitable organization to us. It has been our lifeline and steadfast support system. You have provided us with the precious gift of education as well as essential needs such as clothing, shelter, books, and stationery. Your unwavering dedication has shaped our futures and filled our hearts with hope. Our respectable guests, we warmly welcome you today. Our enthusiasm knows no bounds. We want you to witness firsthand the remarkable talent and aspiration that flourish within the walls of our school. This institution is not just a place of learning. It's a sanctuary where we dare to dream, work hard, and aspire to greatness. My ardent guest, your presence here is a testament to the strong bond that unites us. We are more than just a school, and you are more than just a benefactors. We are a close-knit family, bound by compassion and a shared belief in the transformative power of education. Your visit today reaffirms our commitment to excel, to make you proud, to honor the incredible opportunities you have generously provided us. At the last moment of my speech, I, on the behalf of my friends, extend our heartfelt thanks to the Zakat House team who sit right here in front of us today. We are elated to have you here, and we eagerly anticipate the opportunity to showcase the talent and aspiration that your resolute support has nurtured. Thank you for being our guiding lights, for being present here with us today, and for believing in us. Thank you and welcome to our school. Your presence today is a source of great inspiration and motivation as we continue on our educational journey. Assalam. جزاكم الله خيرا وشكر سعيكم وبارك فيكم ودمتم طيبين. إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والآن ندعو الطالب محمد طاهر ومجموعته المتنشدين ليلقوا على الحضور الكرام وطلاب العلم نشيدتهم، فليتفضلوا مع الشكر والتقدير.
شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. بتلاوتي روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو. بتلاوتي روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو ويزول به عني الغم فأظل سعيدا فرحانا. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. وأنسي إن كنت وحيدا إذنيني لو سرت بعيدا. وأنسي إن كنت وحيدا يدنيني لو سرت بعيدا. والعيش به صار سعيدا سرت به حقا إنسانا. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا. أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا وبآخرتي ألقى أمانا. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. رتله يا شيخي أمامي قم بهداه خير إمامي. رتله يا شيخي أمامي قم بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. شيخي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. قدركم وأعلى شأنكم وجعلكم شامخين في هذه الأثناء المبارك وفي هذه الثواني العطرة أترك المنصة للضيف المبجل الكريم السيد خلف المطيري حفظه الله ورعاه ليلقي على الحضور النجباء كلمته القيمة ونصائحه الرشيدة فليتفضل مع الشكر والاحترام.
أبنائي الأيتام، الأخوة أعضاء الإدارة، إدارة دار الربيعة والهاجري، الممثلة بالشيخ عبيد الله، وأعضاء التدريس كل باسمه، أنا لا أحفظ الأسماء ولكن كل باسمه، تقديم هذه التحية لكم. والأخوة المرافقين الأخ نسيم علي وشفيق قاسمي ويعقوب الشايجي المرافقين معي، سلام الله عليكم جميعا. كلمتي الآن إلى الأيتام، وأخص فيها الأيتام بالذات، الأيتام، وأنصحهم بالصلاة. الصلاة فرضت علينا في حادثة الإسراء والمعراج، لأهميتها فرضت وهي في السماء، نقلها إلينا عليه الصلاة والسلام بفرض 5 صلوات بأجر 50 صلاة. والصلاة لأهميتها لا تؤجل كباقي العبادات مثل الحج، الحج من استطاع إليه سبيل يؤجل، الصيام يؤجل بعدة من أيام أخر، إلا الصلاة. فالصلاة لأهميتها، من لم يستطع وهو مريض فيجلس، حتى قالوا أنه حتى تصل في تأشير في إصبعه لكي يصلي الصلاة ولا تفوته. ونصيحتي لكم أيضا أن الصلاة عمود الدين، من صلحت صلاته صلح سائر عمله وفتحت له بركاته. واليتم ليس نهاية المطاف ولا نهاية الدنيا، ربما فقدتم آباءكم، رسول الله الكريم فقد أبوه، أنا أقف وأنا صغير فقدت أمي وأبي أيضا، ولكن هي أبواب للجنة، فقدت فتسكر في وجهك باب ولكن يوجد لديك باب آخر. فالأمهات إن شاء الله من منكم لديه أم فليبر فيها، فليسمع كلامها، فليفرحها في درجاته ودراسته، وينفع فيه عباده، وينفع فيه بلاده، ويرتقي. وأنا رأيت ما شاء الله الكشف أن منكم تخرج ونفع البلاد، ومنكم من هاجر في دول أخرى ونفع الله فيه، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والله يفتح لكم وجزاكم الله خير يا أبنائي الأيتام. ونصيحتي كلمتي الأخرى لأعضاء التدريس، أولا أنا رأيت ما شاء الله يعني مبنى جميل، ترتيب، نظافة، جزاكم الله خير، يعني عمل جبار وتشكرون عليه، بارك الله فيكم ونفع بكم الله به العباد والبلاد، وأعانكم الله على هذه الرسالة وجزاكم الله خير. وحقيقة أنا سعيد اليوم جدا في هذه الزيارة، أنا زرت والله بلدان كثيرة خصوصا دور أيتام، لكن لم أجد مثل هذا الترتيب والنظافة والمخرجات، جزاكم الله خير جميعا، بارك الله فيكم وبارك الله في هذا المكان. جزاكم الله خيرا. بالله قل لي أقرطاس تخط به من حلة أم ألبسته حللا؟ بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ وأخيرا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.